لمحتوى مليان سعادة وفرحة واستكشاف وأمان تاني، لأنها باختصار أول قناة أطفال مصرية فيها من شقاوتنا شجاعتنا شبهنا. شوفوا بقى ما بنتكلم النهاردة، الحلقة متضفرة كده في صناعة المحتوى الجيد وأفكار شبابنا، وقد إيه الخير كبير جدا في التفكير الجميل والخطوات الإيجابية الحقيقية. شبي شبهنا ده مشروع كبير جدا، شباب عاملينه كمشروع تخرج، لكن بجد شغالين عليه شغل كأن هم بكرة هينشئوا القناة دي. أنا حسيت وأنا بتعرض للمشروع إن أنا بشوف قناة متكاملة، وأعتقد إن ده يعني حلم وأمنية كبيرة جدا لينا كلنا في مصر، إن يكون عندنا قناة أطفال متخصصة تنقل القيمة والهوية وتحافظ على المحتوى المصري والأصالة المصرية والقيم المصرية والقيم العامة العالية، اللي بجد أنا فرحت جدا لما لقيت مجموعة من شبابنا يعني مهمومين بالفكرة وحاسين بمسؤولية كبيرة عن تقديم مقترح لإنشاء قناة مصرية تكون موجهة للطفل بقيم مصرية. فشوفوا شبابنا لما بيفكر ما شاء الله. معايا من فريق العمل نهال ناصر. نهال يعني قائد كده، ويا رب يرزقهم العمل والفرص والإتاحة إن هم يقدروا يقدموا أفكارهم للعالم كله وتنطلق الأفكار من مصر. نهال ناصر، صباح الخير يا نهال. صباح الخير دكتور نادية، منورانا جدا وألف مبروك على المشروع الجميل الراقي الرائع ده. الله يبارك في حضرتك، أنا مبسوطة جدا مع حضرتك النهاردة. أنا كمان مبسوطة قوي إن يكون معايا شباب مصري فكروا في أعتقد إن هي أهداف مصر للعالم كله، إن تنطلق قناة مصرية تقول إن أنا موجهة للأطفال بس من مصر بثقافة مصر وهوية مصر. احكي لي بقى إيه السر؟ هو إحنا في البداية خالص فكرنا إزاي نقدر نستهدف الأطفال المصريين والعرب كمان، إزاي نستهدفهم بمحتوى يكون شبههم، يكون موجه لأعمارهم هم، ازاي نقدر نستهدفهم بقيم مصرية بأهداف مصرية بفكرة ان احنا نقدر نبث فيهم الثقافة المصرية. احنا ما عندناش محتوى مصري بيتقدم ليهم بشكل مخصص، فبالتالي بنلاقي الاطفال لان بيتفرجوا على حاجة اكبر من عمرهم فهم بالتالي مش فاهمينها مش مستمتعين بيها، او لان بيتفرجوا على حاجة هي تبين من مرة ان هي للاطفال ولكن هي فيها قيم سلبية كتيرة جدا، فاحنا بنخاف على اطفالنا ان هم دلوقتي يتفرجوا على اي حاجة. فاحنا ليه ما يبقاش عندنا محتوى لا هو للاطفال، انا كاب او كام انا حاسس بامان تام وطفلي بيتفرج على الحاجة دي، انا عارف ان هو مستمتع وكمان عارف ان هو بيستفيد كمان. فجات الفكرة من هنا. خدت منكو شغل قد ايه؟ مقترح متكامل، واعتقد يعني اي مسؤول مهتم بالفكرة يعني ممكن يستعين بيكو كفريق عمل ويلاقي المبادرة جاهزة. احنا لحد دلوقتي يمكن بنشتغل عليها، اخدت مننا سمستر كامل او ترم كامل بنشتغل عليها مع دكتور مصطفى البنا ودكتور حبيبة الجبري. فكرة ان احنا نحاول نبني نموذج كامل ده كان الهدف بالنسبة لنا، فاحنا بدأنا ننشئ برامج، بدأنا ننشئ فواصل. احنا كمان القسم بتاعنا قسم اتصال مرئي، فاحنا مهتمين قوي بفكرة الصورة، علاقة الألوان في الصورة، حكاية الحركة، كل التفاصيل دي احنا كنا مهتمين بيها. فأخذت وقت طويل جدا طبعا، بس انا شايفة كمان ان انتم مهتمين بالمالتي ميديا، يعني عاملين مثلا في العرض التقديمي لمشروعكم ملف كامل في كلام قوي جدا، وفي كمان برومو للراديو احنا سمعناه مع بعض، وفي كمان شغل متكامل، فاعتقد ان انتوا اهتميتوا بالعصر بمعطيات العصر كلها. دي حقيقة، احنا كمان ازاي احنا نقدر نعمل نستهدف ان الناس دلوقتي تسمعنا، احنا بالتالي بدأنا نعمل اعلانات ليهم ان هو اشمعنا شبي، ليه انك يتفرج على القناة دي تحديدا، انت هتلاقيها فيها امان، هتلاقي فيها فكرة المشاهدة المشتركة، فكرة المشاهدة المشتركة ان الاباء والاطفال يتفرجوا على نفس الحاجة وهم مستمتعين. وده قدرنا نحققه فكرة ان احنا بدأنا نطرح حاجات كانت بتتعرض زمان ونبدأ نحدثها بشكل او باخر ان هي تتعرض تاني، زي نعرض بوجي طمطم، زي نعرض عالم سمسم وغيرها. انتوا كمان عملتوا شغل بطريقة علمية، ان انتوا عملتوا الاول
أبحاث لمعرفة التعرض، مين الناس فاكراه، مين اللي الأطفال مش فاكرينه، الشخصيات اللي مؤثرة في الأطفال. فكنتوا علميين جدا في اقتراح المبادرة بتاعتكم. دي حقيقة. احنا كمان يعني سألنا، عملنا استطلاع رأي. خلينا تقفل الراديو ده ولا تقفل السبيكر. سألنا الأطفال بشكل مباشر، انت ايه اللي بتتفرج عليه؟ اللي بتحبه؟ طيب، طب تفتكر احنا لو عرضنا حاجة بالشكل ده هتتفرج عليها ولا لأ؟ طب ايه الحاجات اللي هي أصلا في العادي انت بتتفرج عليها؟ فيمكن أغلب الحاجات اللي جات لنا إن هم حابين يتفرجوا على حاجة تسليهم، وفي نفس الوقت الآباء حابين إن ولادهم يتفرجوا على حاجة تفيدهم. فهي تركيبة ما بين فكرة إن حاجة تبقى مفيدة وفي نفس الوقت حاجة تكون مسلية ليهم. فأنتوا عملتوا الميكس ده، التداخل الجميل بين الحاجة المسلية وبين الحاجة المفيدة. فريق العمل بقى، احكي لي ازاي وزعتوا الشغل، لان دي من اصعب الحاجات اللي بنلاقيها في كل العمل الجماعي يعني. فعلمينا بقى ازاي بنشتغل في جماعة وكل واحد فينا يعمل الجزئية بتاعته، وكل واحد فينا يكون مسؤول عن دوره وحاسس بمسؤولية كاملة يعني. احنا اربع بنات، اسمحي لي اقول الاسماء. طبعا ارجوك. روان السيد، وعندنا كارين سامح، ونهان فؤاد، نهان محمد فؤاد. بدأنا نقعد مع بعض ونشوف مين فينا بيحب يعمل ايه، يعني مين فينا بيحب يشتغل 3D. انا كنت ماسكه مثلا الجزئيه بتاعت 3D، مين بيحب يشتغل 2D. طب البرامج، بدأنا نقسم البرامج. في مثلا كان اشتغلت على برنامج على فين رايحين، روان اشتغلت على المطبوعات واشتغلت على برنامج تعرفه، نورهان اشتغلت على برنامج تفتكر ليه. فبدأنا نشوف كل واحد هو بيحب يعمل ايه بالظبط، وبشكل ان هو يعمله هو حبه، لان احنا كنا هدفنا ان الحاجه تطلع تبان للي بيشوفها ان هي حاجة متعوب فيها، وحاجة اللي عاملها بيحبها، مش حاجة معمولة كده وخلاص. فبدأنا نشوف، والدكتور طبعا كان مشرف علينا، دكتور مصطفى البنا، بدأ يحس ان هو لا، خلي نهال مثلا في جزئية الكتابة، خلي نهال في جزئية 3D، خلي مثلا الأقوى فينا يعمل الجزء ده. فبدأنا نوزعها بالشكل ده. والله يا نهال أنا فرحانة بيكو جدا، وأتمنى من الله سبحانه وتعالى. والنهاردة هو يعني يوم جميل جدا ومناسبة رائعة، الهجرة النبوية الشريفة. فبتمنى كده إن شاء الله نلاقي قناة مصرية موجهة للأطفال وتكون أنتوا فيها، يعني أنتوا كمجموعة شباب وفريق عمل تكونوا فيها. بشكرك جدا يا نهال، وبشكر فريق العمل والمشرفين والأساتذة العظماء اللي بيطلعوا لنا نماذج مهمومة ببلدها وبالقيم الحقيقية. أنا بشكر حضرتك جدا، ومبسوطة جدا مع حضرتك. أسعدتيني جدا يا نهال. شكرا. مع السلامة. حبيت شقاوة مظلومين بشجاعة وحب استكشاف. شجر كسرناه وشباكنا فتحناه على فرحة تشبه قلوبنا. شبي هي الخلطة السحرية والمعادلة الصعبة لمحتوى مليان سعادة وفرحة واستكشاف وأمان تاني، لأنها باختصار أول قناة أطفال مصرية فيها من شقاوتنا وشجاعتنا. شبي شبهنا.